هذا الرجل الغزي ابنه فقد منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، وحتى الآن لم يفقد والده الأمل بالعثور عليه. يستيقظ صباحا كل يوم للبحث عنه. عبد الله القمصان يعلق مناشير لصور طفله فؤاد في كل مكان بين الخيام والجدران التي لا تزال واقفة. فبعد أن قصف منزلهم في مجزرة بجباليا شمال غزة قبل أكثر من 9 أشهر، خرج عبد الله وابنه فؤاد من تحت الأنقاض على قيد الحياة. ولكن عندما وصلت فرق الإنقاذ لم يعلم إلى أي مستشفى نقل ولده أو إن كان لا يزال على قيد الحياة، وحتى هذه اللحظة مصيره مجهول. بحثنا عنه في مستشفيات شمال القطاع ولكن لم يكن متواجد، حتى بحثنا في الثلاجات بين الجثث ولم يكن متواجد. هذه المأساة واحدة من 10,000 المآسي لعائلات في غزة لا تعرف مصير ذويها. بعضهم تم اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي، آخرون دفنوا في مقابر جماعية وسجلوا على أنهم مجهولو هوية لأنه لم يتعرف عليهم أحد، فيما البعض الآخر لا يزال تحت الأنقاض. أما في حالات نادرة تعطي بعض الأمل للعائلات، عثر البعض على ذويهم المفقودين.